تم النص على التلبس في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم تعريفها بواسطة الفقه أنها حالة من التقارب الزمني ما بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها. ويمكن أنتوا عارفين إن سلطات مأمور الضبط القضائي بتكون في أغلب الأحوال سلطات منكمشة، يعني القانون حط على مأمور الضبط القضائي الكثير من القيود وهو بيمارس عمله، يعني ما ينفعش إنه يفتش حد أو إنه يقبض على حد أو حتى إن هو يستجوب الشهود، وده طبعا حماية وحفاظا على الحريات العامة. لكن بتيجي بقى حالة التلبس دي وبيكون مفعولها مفعول السبانخ مع باباي، بتخليه يقدر يفتش ويسأل شهود ويتحفظ عليهم ويقبض كمان على المتهم من غير إذن النيابة. لكن إزاي بقى بتتحقق حالة التلبس دي؟ لو قريت المادة 30 اللي قلت لك عليها هتقدر تعرف إن حالات التلبس بتتحقق في 4 فروض، وخلي بالك تم النص على تلك الحالات الأربعة على سبيل الحصر، أي أنه لا يجوز القياس عليهم بأي حال من الأحوال. بس قبل ما أحكي لكم عن الحالات الأربعة بتاعة التلبس، محتاج إني أوضح كام صفة كده في حالة التلبس. أولاً، حالة التلبس عينية بتتعلق بالجريمة نفسها ولا تتعلق بالجاني، يعني أنا ماليش دعوة بقى الجاني مجنون ولا عاقل ولا إيه اللي دفعه لارتكاب الجريمة، أنا دايماً في حالة التلبس ببص للركن المادي وماليش دعوة بالركن المعنوي. أنا ماليش دعوة بأي ظروف شخصية، أنا ليا دعوة بالحالات العينية التي اعتبرها القانون من قبيل حالات التلبس. موجودة يبقى في تلبس، مش موجودة يبقى مفيش تلبس. طيب تعالوا نتكلم دلوقتي عن الحالات. الحالة الأولانية هي ضبط الجريمة أثناء ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وضبط الجريمة هنا بيكون بأحد الحواس الخمسة: الشم أو السمع أو التذوق أو الرؤية أو اللمس. الشم زي إن مأمور الضبط القضائي يكون معدي جنب قهوة مثلا ويشم رائحة المخدرات طالعة من الشيشة. والسمع إن مأمور الضبط القضائي يسمع صوت طلق ناري من مسكن قريب. والرؤية إنه لو شاف الجريمة وهي بتتكب قدام عينيه. واللمس لو هو مثلا ربط على كتف الشخص ليحثه على الانصراف فشعر بوجود سلاح أبيض تحت ملابسه. التذوق إن المتهم يعطي مأمور الضبط القضائي قهوة مثلا ويكون داخلها حشيش. وفي الغالب طبعا بيتم ضبط الجريمة عن طريق السمع والبصر. طب أنا هنا حابب أسأل سؤال، هل ينفع يكون في حالة تلبس من غير ما يكون في جاني يتقبض عليه؟ هو إزاي يكون في حالة تلبس والجاني هرب من الأساس؟ والإجابة يا سادة أن نعم، يمكن أن تقوم حالة التلبس حتى وإن هرب الجاني. وعلشان نفهم الموضوع ده لازم نفهم هو ليه المشرع إدى لضابط الشرطة سلطات واسعة جدا في حالة التلبس، وخلاه بقى يقدر يفتش ويقبض ويسمع شهادة الشهود. في الحقيقة هو عمل كده علشان يخلي مأمور الضبط القضائي المتواجد على مسرح الجريمة يقدر يجمع أكبر قدر من الأدلة الممكنة في الجريمة، مش علشان إنه يقبض على الجاني. الجريمة لسه سخنة والأدلة موجودة حواليه في كل مكان، فيقدر في هذه الحالة يجمع أكبر قدر من الأدلة تفيد التحقيق بعد كده. لكن حتة إنه يقبض على الجاني دي مش لازم. طيب افرض ان مأمور الضبط القضائي سمع صوت طلق ناري من مسكن قريب ولقى واحدة ست مرمية على الأرض وبتطلع في الروح والجاني مش موجود هربان، هل هنا تقوم حالة التلبس؟ اه يا فندم تقوم حالة التلبس، مش المهم الجاني، المهم انه يقدر يسأل الضحية يمكن تدله على الجاني، ويقدر كمان يتحفظ على حد من الجيران ممكن يكون شاف اللي حصل إلى آخره. الحالة التانية، ضبط الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. خلي بالك في الحالة الأولانية مأمور الضبط القضائي يعتبر قد ضبط الجريمة أثناء ارتكابها بنفسه لأنه هو اللي سمع صوت الطرق الناري. أما في المثال التاني ده هيجي حد ديوان القسم أو يبلغ بالتليفون إن هو سمع صوت الطلق الناري، فلو انتقل المأمور بسرعة إلى مسرح الجريمة ففي هذه الحالة تتوافر حالة التلبس. وكلمة بسرعة دي ملهاش زمن محدد، لكن قضاء النقض قال إنه الوقت الذي يلزم عادة في انتقال مأمور الضبط القضائي بشكل مباشر من القسم إلى محل الحادثة. الحالة الثالثة بتتحقق بحاجة اسمها التتبع بالصياح. واحد سرق محفظة من المجني عليه في الأتوبيس ونزل يجري من الأتوبيس والناس ابتدت تجري وراه وهي بتقول حرامي حرامي. هي دي بقى اللي اسمها حالة التتبع بالصياح، وطول ما الناس بتجري ورا الجاني وبتقول حرامي طول ما حالة التلبس تعتبر موجودة بالنسبة لمأمور الضبط القضائي ولو طالت المدة. الحالة الرابعة والأخيرة بيكون مأمور الضبط القضائي فيها ما شافش الجريمة لكن شاف الجاني نفسه، شافه وهو معاه أحد أدوات الجريمة زي سكينة بتنقط دم، أو شافه هدومه متقطعة وعلى جسمه أثر سحاجات بتدل على إنه كان منخرط في جريمة قد حدثت للتو، أو في حالة ما إن كان الجاني في طريقه للهرب من مسرح الجريمة وفي حوزته المسروقات التي تم الإبلاغ عنها.
كل دي بتعتبر تطبيقات لحالة التلبس الرابعة، والتي تنقل السلطات الخاصة بمأمور الضبط القضائي من الحالة المنكمشة إلى الحالة الكاملة. حابب بقى أوضح إن في شرطين لازم يتوافروا في حالة التلبس حتى يتم الاعتداد بها. أولا، إن يكون مأمور الضبط القضائي قد ضبط حالة التلبس بنفسه، وثانيا إن يكون قد علم بحالة التلبس بوسيلة مشروعة. طب ليه القانون اشترط إن مأمور الضبط القضائي يضبط حالة التلبس بنفسه؟ ليه الكلام ده؟ علشان ما يقومش أي حد من فراد الناس بالافتراء على غيره، دعي أن غريمه كان متلبس بجريمة معينة عشان يرميه في السجن. لكن في ناس اعترضت على الكلام ده وقالت بس الشرط ده بيتعارض مع نص المادة 37 من قانون الإجراءات، والتي تبيح لأي شخص من فراد الناس إنه لو شاف واحد متلبس بارتكاب جريمة إنه يقبض عليه ويسلمه لديوان القسم. هو في الحقيقة مفيش تعارض ولا حاجة، لأن المادة 37 هنا لم تعطي المواطن قدرات استثنائية، هي قالت بس إن هو يسلم الجاني للشرطة، لكن ما يقدرش هذا الشخص إنه يحقق مع حد ولا يتحفظ على الشهود ولا يقوم باستجوابهم. كل اللي يقدر يعمله إنه يبلغ الشرطة وهي تنتقل وتستكمل التحقيقات بناء على حالة التلبس استنادا للحالة التانية اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي ضبط الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وهنا كمان أنا بأكد على دور مأمور الضبط القضائي، إن هو بيستوثق بشكل كامل من قيام الجريمة ولا يعتمد على كلام المواطن فقط، فإن ظهرت له أدلة كافية على قيام الجريمة من هذا الشخص اعتبر ذلك حالة من حالات التلبس وبدأ في مباشرة عمله على نطاق واسع، وإلا تراجع عن ذلك وأخلى سبيل الشخص الذي تم القبض عليه. طب يعني إيه بقى أن يكون ضبط حالة التلبس قد تم بشكل مشروع؟ يعني تم بالصدفة أثناء تواجد مأمور الضبط القضائي في محل عمله، حدثت الجريمة حوله واستلقتها بأحد حواسه وهو ماشي مثلا جنب قهوة شم رائحة المخدر، لكن بقى إن هو يتتبع عورات الناس وينظر من ثقوب الأبواب حتى يضبط حالة التلبس، فهذا أمر غير مقبول، حتى وإن صدق حدسه وطلع الشخص اللي هو بيتتبعه ده ارتكب الجريمة بالفعل. طب احنا اتكلمنا قبل كده عن الاستيقاف وعن الفرق ما بينه وما بين التفتيش، فلو استوقف مأمور الضبط القضائي أحد الأشخاص في سيارته أو هو مترجل، فقام هذا الشخص بتأثير من الخوف برمي قطعة الحشيش، ففي هذه الحالة بيسمى ذلك التخلي الاختياري، ويعتبر هذا الشخص في هذه الحالة متلبس بالجريمة. طب ممكن بقى بعد ما أنت فهمت التلبس وحالاته وشروطه تحل القضية دي؟ مأمور ضبط قضائي شاف واحد بينشل من واحد تاني، فراح وقبض على السارق، وهو بيفتشه تفتيش وقائي وجد معه قطعة من مواد المخدرة، ثم تبين له من بعد ذلك أن السارق هو ابن المجني عليه، والأب اللي هو المجني عليه جاب محامي، والمحامي قال أنه لا يجوز إدانة الابن في هذه الحالة لحيازته للمواد المخدرة. ليه بقى؟ لأن مأمور الضبط القضائي قد قبض على الابن بناء على جريمة سرقة ما بين الأصول والفروع، وجريمة السرقة ما بين الأصول والفروع من جرائم الشكوى، لذا يجب أن يشتكي الأب حتى تتحرك الدعوى الجنائية ويستطيع مأمور الضبط القضائي ممارسة عمله والقبض على الابن. ولما انعدمت الشكوى الأب، ففي هذه الحالة لا يكون لمأمور الضبط القضائي القبض على الابن، وبالتالي لا يكون له تفتيشه، وطلب المحامي ببراءة الابن بناء على الغلط الحادث في حالة التلبس. ايه رأي حضرتك في القضية دي؟ اكتب الحل في الكومنت. شكرا لمشاهدة الفيديو حتى نهايته. كل يوم ثلاث الساعة 7 مساء هيكون في غرفة على الكلاب هاوس هنتناقش فيها في موضوع قانوني معين، ونفهم اكتر عن الاتجاهات التشريعية المختلفة. ممكن نتكلم عن أغرب التشريعات والقوانين العالمية وبعض المفاهيم القانونية التي يجب ألا يجهلها أي إنسان مهما كان تخصصه، زي الدفاع الشرعي عن النفس وأحكام الميراث وأمور يجب أن تراعى عند كتابة عقود الإيجار والبيع. وكمان أنتوا ممكن تقترحوا عليا أنتوا عايزين إيه في القناة في الفترة القادمة. وإن شاء الله هيشرفنا بالحضور أستاذ أحمد طاي للمحامي وأستاذ مي الشيخ المنسق الثقافي بالأسكندرية. دوروا على نظريات قانونية، ومستنيينكم الثلاثة الجاي الساعة 7 على الكلاب هاوس ندردش شوية. سلام، واشوفكم على خير.